مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، رمضان كريم، حصول تفتوى على خير، ومن شعبه تقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال وخالص الأعمال. أهلاً ومرحباً بكم في هذه النسخة الجديدة من برنامج مع كل الود والتقدير. في نسخته الجديدة يعود وبشكله الجديد بعد توقف دام لعوام. في هذه المرة وفي هذا العام من هذه النسخة نطوف في مختلف الأرجاء في بقاع هذه البقعة الحبيبة السودان وداخل ولاية الخرطوم لنبحث معا عن الأجر ولنكتشف الحالات الإنسانية التي يمكن أن يمد لها يد العون ونطرح تلك القصص لكم جميعا لتساهموا فيها بالحل. أهلا بكم في هذه الحلقة. قصتنا اليوم إحدى النساء المكافحات اللائي عملنا جد واجتهاد ومثلنا نموذجا للمكافحة وللمرأة القوية. لعل في كل عام يحتفي العالم أجمع بكفاح المرأة، ولكنه في شهر واحد بيدا هذه المرأة قد كانت تعمل على مدى كل الأعوام، فهي لديها ابنة في الجامعة وأبناء في مراحل دراسية مختلفة. تعمل الخالة أم جمعة التي معنا اليوم كفراشة في مدرسة الخرطوم شرق، وتعمل ببعض المهارات لتكتسب الرزق الحلال لما يعينها على قضاء حوائجها. الخالة أم جمعة نموذج للمرأة المجتهدة والمكافحة، هذه المرأة التي تعمل لم تكل ولم تمل لتقدم لأبنائها الرزق الحلال. هي من اللائي قيل فيهن وتحسبهم من التعفف أغنياء. أهلا بكم، ومع بعض نتعرف على الخالة نجوم. حبابك عشرة، مرحبا بك في الشروق. مرحبا، نشكركم الشروق. عرفينا عليك وعلى أسرتك. عمري 7. أكبر واحدة في الجامعة. الجامعة مجمدة. مجمدة. شالون فين؟ لا لا مجمدة. قبل سنة. الثانية ممتحن صوت يعني علي عندي دارين عايشين داري دارين. هو واحد وكان كفر سيارات. انت كيف بتتعاملي توفري لهم كل حاجاتهم؟ عندك واحدة في الجامعة، معروف الوضع، مصاريف، رسوم دراسة، عندك ثلاثة في المدرسة، واحدة الآن قلتي قاعدة في البيت لأنها ولا تدفع رسوم الجامعة، واحدة ثانية ما لها تدفع رسوم المدرسة. كلمينا، انت زول مجتهدة ما شاء الله، تجي من شرق النيل لحد هنا الخرطوم عشان تشتغلي وتوفري لهم الرزق اللي بيعينهم على انه يقضوا حياتهم ويعملوا مستقبل كويس. والله بوقف هنا بالسبب الشهري خذ من يريد وانقطعت ورخص من يريد بالدنيا مبلغ 20 واصل عندي ثانية برده يوم تعريفها هنا في المدرسة. عندي ثانية برده عندي حلة برده بسبب عميقة ان شاء الله بعد ما ترجع من هذا اليوم. طيب كلمينا كلمينا يومك بيبدا كيف ولحد ما ترجع من هنا؟ والله برجع من هنا تقريبا الصبح 3 اخذ راحتي واصلي العصر المغرب واطلع العصر والمعدي اللي يعني سناخد الكهرباء والجو وبطلع اليوم وارمي الشعر يجي الحمد لله هنا استثماري مع الدراسه كل اي رمضان خشيت قلت لي بطلع صعبه عندك أولاد كبار بيقدروا يشتغلوا؟ والله راح يعني أنت من الصباح بتقوم تيجي المدرسة في الأيام العادية، غير في أيام العطلات. والله
أقسم شنون وأقسم لهم شنون قرن أشوف الأخوات برضو وأصير مبينة في السجن. البنت اللي أجلت الجامعة ليه كم سنة؟ السنة الثانية حتى التجميد ما جمع. بتقري في الجامعة في السنة كم؟ آخر ناس. تشتغل شنو ثاني أنت بعد ما طلع الجامعة؟ دال المسا بالمسا. هنا عندي ثانية ولا بطلع هنا اليوم بطلع واحدة إلا بابا يتبرع أبي يشيل مني ملاحظة أوصل مني بصراحة. أنت عندك فكرة لأي مشروع ممكن يعينك في حياتك أو أي فكرة ممكن تشتغلي بها تطلع لك مصاريفك؟ والله لو لقيت مشروع بشتغل. أنت بتشتغل أنت بتعرفي تخيطي مش كده؟ بخيط. نعلمك الخياطة من دي. والله الخياطة اللي درست عقبلي كان معها وصلت. لكن بتعرفي هسه؟ بعرف. ما عندك مكان؟ ما عندي مكان. اشتغلت برضه خبايز في 30 يوم حاولت. ووقفتي مشروع الخبايز؟ والله خبايز 30 يوم ما بعرف يشيلوه وبقعد كثر. هسي القروش اللي بتطلع عليك من الصينية على من الطعمية على بدك لها في المدرسة هنا بتكفيك لحد نهاية الشهر؟ والله ما بكفي لكن زي ما بقول لا الله بقى محال ربنا قطع فيه واساسا هو قال بفتح لك يعني ما بخليك عليه يعني ما بتوكل على اقول انا عندي بكفيني يعني بتوكل لا الله وربنا برزقني كل ما تنصب بترزق. نعم الرزق من الله. فكرتك شنو يا ترى مشروع ممكن يعينك يساعدك في انه حياتك تكون افضل؟ والله انا عندي كان نية بتاعت المشروع بتاعت المطعم يعني كان عندي نية كبيرة قدمتها كم مرة مع ديوان الزكاة وما ما 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 شجوني معهم. عندي فكرة كثيرة أنا يعني أسوي لي مطعم يعني حتى لو فضلت المسكين نمد له أرجع تاني أولاد ذاته بأكل منه أنا كان عندي فيه فكرة كثيرة كبيرة. مطعم؟ أي نعم. قدمتي للناس ديوان الزكاة؟ قدمت أي. حصل شنو؟ والله عملوا لي امشوا تعالوا الاجراءات وزهقت ثاني ما وصلت لان انا ما عندي انا بجي هنا لانه انا اطلع من الصينيه شو حق ملاحم شو حق مواصلاتي يعني ما بقدر ابطل امشي اطارد ما عندي امكانيه عشان اطارد بقى بواصل بجي هنا بواصل بطلع الصينيه بطلع منه بالرزق بشتري منه بضاعه بشتري لهم ملاح منه. موضوع المطعم ده كان رؤيتك له شنو عشان يقدر يساعدك؟ والله انا ما كنت دايره يعني يدوك شنو مشروع المطعم اي دايره ايجار دكان ودايره تلاي ودايره يعني امكاناته كلها مقفله يعني انا افتحها اشوف ربنا رزقني فيه. هسي انت اخر مره خيطت انت في المكنه واشتغلت؟ والله المكنه دي انا تقريبا يعني انا بفصل باليد بغص بخيط لاولادي وايش لكن المكنه كده ما قعدت والله لي تقريبا قريب ال 14 سنة أنا ما قعدت المكان نهاية. تخيطي بيدينا؟ بخيط بيدي بفصل هي تفصيلة بفصل هي تفصيلة بفصل. في شغل تاني بتشتغلي في البيت؟ عندك شغل تاني؟ بجيب ناس تقبلوهم شغال في البيت؟ في البيت والله ما عندي يعني كنت بطك الكريشة بالتياب وتاني كنت بخيط العمود بتاعت الجلالب دي فترة طالت ومن اشتغلت تاني ارجع زمان ما بساعدني عشان ان شاء الله قلت لي جلالي من المكنة وكده وخليت كنت بخيط برضو جلالي بالرجال وبخيطها العمود النص. والبقرة كهربا ده ليه كم سنة؟ ده اول له سنة اولى ده اول له سنة. المفروض يقرا ثلاثة ولا أربع سنة؟ المفروض يقرا كم سنة؟ بقرا ثلاثة سنة. ثلاثة سنة؟ اي. انت في اثنين في الاساس؟ في ثلاثة. ثلاثة في الأساس؟ أي في سادس وفي خامس وفي ثالث. في زول قلت لي هسي ما في المدرسة أي رسومه ما دفع؟ والله هسي هي ما طردوها هسي يا دوب يعني عملت تقريبا كده هسي زي 15 يوم
يعني هي مواصلة دايرة رسوم السنة ودايرة رسوم الامتحان، الامتحان في 15 وامتحان الشهادة السودانية ثالثة، دي القاعدة. وبتاعت الجامعة طبعا مجمدة لا دي السنة الثانية لها. يعني في اثنين لسه المفروض في المراحل الدراسية ما قاعدين. كده احكي لينا انت لما تطلع من هنا تطلع كالعادة الساعة كم؟ تصل لحد هناك وتعمل شو بعد ما تطلع؟ والله اطلع من هنا تقريبا بحصل البيت ثلاثة بخش السوق بشيل ملاهي قدر ما ربنا رزقني فيه والفيه وبشيله. يعني انت الثلاثة دي هنا بتطلعي لو بيتي حاجة او ما بيتي حاجة؟ بطلع هناك اصلي العصر المغرب انا بطلع حاجاتي طبعا بقول لي القعده في البيت بقول له بالليل لي كبكبه بقول لي الساعه 5 بعد اصلي المغرب بطلع اخش الباب. يوم بترزق 1000 جنيه في يوم 1500 في يوم 300 جنيه يوم بعدين بكون ما في برجع بين صحاني كده الحمد لله برضه الانسان بقول ده جسمته كده. في حركه كويسه الموضوع عن الصينيه اللي هنا والصينيه قدام البيت الحاجه دي قاعد يعني بتعينك شويه؟ والله يعني بس الصينيه هنا ده بنعمله صندوق يعني كده بنلقط وقت 1000 جنيه 1000 جنيه بنشوفه والزول صينيته فاضيه وانا ميلي له يبقى هو صينيته يواصل. كيف كده؟ اشرحي لي واحكي لي قصه كيف؟ مثلا انا صينيته فاضيه طلعتها اخواتي ما عارفين ما عندي حاجه بقوم بلقطه. كم زوله مع بعض؟ احنا تقريبا احنا 16 16 اي تطلع في حته واحده؟ بنطلع كلنا في حته واحده مثلا طلعت بتلقاهم بعدين في ناس مثلا هي برضه بيجي يقول في شو هنا بنلقطه نظام صندوق الليله بنميلوا على الانسان ده لانه صينيتها فاضيه كلنا بنتفق يا جماعه فلانة دي صينيتها فاضيه بنطلع عشان تغوبا نفسها وندلع بكره بنص طريقه برضه بكره بنلقطه وندلع الثانيه برضه الحمد لله بنواصلوا كده بنشيلوا مع بعض. يعني الزول اللي ما بتبيع وضعها بتنقع كلكم بتلقطوا بيعتوا بتدوا ليه؟ اي بكره برضه بنلقطها في شكل صندوق اساسا لكن هم بشوف الصينيه شنو الفاضيه. يعني حتى ولو زول صادف يومين ولا بعده ثلاث يوم ما بده ثاني ما بده بس الدقلو ده انت بترجعي لهم كله يعني في النهايه بترجع على شكل صندوق بترجعي له كل ما تبي بترجعي لهم بدون بدون كلمه مشكله عشان كده في صندوق يعني زي شكل الصندوق يعني لغايه ما يلف كلهم ما بخلو ولا واحد لغايه ما يلف يديهم كلهم. طيب انت هسي لو يعني قالوا لك اطلبي من الخيرين مساعده تكوني عايزه شنو مشروع عيني من المشاريع اللي ممكن تكون كويسه معك مشروع بتاع مكان خياطه ولا مشروع المطعم ولا مشروع ممكن يساعدك؟ والله انا شايفه المطعم افضل مكان خياطه ده ما عايزين انا شايفه الحله حقتنا ما في زي اللي قاعد يطلع يخيط وجار والله انا ما عارف السوق جار يعني بدخين ما بدخين ولا عارف شايفه انه مشروع المطعم ممكن يكون مشروع كويس؟ والله يعني الانسان هو بيقول بجرب تسعة نعم احنا خلصنا معاك مساحات المخصصة عشان نتكلم اذا عندك اي كلمة حابة توجهيها للناس اللي يشوفونا هسي وين مكانه في كل العالم لو عندك اي مناشدة او اي كلمة حابة تقوليها احنا نديك المساحة. والله نشكركم نشكر قناة الشروق نشكر مدرسة الخطوط الشريف ما شاء الله ما قاعد ابصر معي كل عاملات هنا شكرا لك بخيرك وخالة الجمعة أتمنى إنه إن شاء الله قريب العاجل الناس تشوفوا برنامج مع كل الرجل التقرير إحنا بنحاول نطرح لكم القصص والحكايات بتاعت الناس وظروفهم اللي حاصلة لهم ويعني نخير في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة لكل الحابين يدعموا ويساعدوا حالة الخالة الجمعة يمكن يتواصل فريق الانتاج في البرنامج وحيوصلوهم ليا وان شاء الله نعمل انه قبل يعني ما ينتهي رمضان تلقى الخاله جمعه الدعم الكافي اللي بيعينه ويفرحها ويخليها تقابل العيد السعيد وهي اكثر يسرا.
قال الجمعة كتر خيرك، وإن شاء الله لما نلاقيك المرة الجاية نلاقيك في مشروعك الخاص وفي مطعمك، وإن شاء الله يعني تكوني في أفضل حال، وإنتم قدمتي يعني كثير واجتهدتي وما قصرتي. ونحن من هنا باسم كل العاملين في برنامج مع كل ذوي التقدير والتيم العامل اللي جمعاني يوم الليلة واللي خلف الكواليس واللي قاعدين في القناة، بنحييك وبنقول لك ربنا يعينك، مسؤولية كبيرة، وبنقدم لك مبلغ بسيط من تيم قناة الشروق، أتمنى إنه يعينك في الفترة دي وإن شاء الله ربنا يوفقك في الفترة. إن شاء الله ربنا يشكركم ويقول لكم لقدام إن شاء الله. عالم جمعة ده مبلغ مادي بسيط بنقدم لك من قناة الشروق، إن شاء الله تقدر تفتحي به مشروعك أو تعملي به أي خطوة في الفترة الجاية تساعدك في إنه تحقق جزء من خططك ومشاريعك اللي ناوية تعمليها. ربنا يعينك إن شاء الله ويوفقك. دي كانت مساحتنا اليوم الليلة في برنامج مع كل ذوي التقدير مع الخالة الجمعة، هذه المكافحة التي تأتي من قاصي شرق النيل إلى مدرسة الخرطوم شرق، وتجتهد وتكافح وتعمل بثلاثة دوامات وثلاثة وظائف، فراشة في المدرسة، عندها صينية قدام المدرسة، ترجع نهاية اليوم بعد الساعة 3 صينية قدام البيت. وشفنا النموذج الأخوي الجميل اللي بيقدموهم الخالات القعدات قدام المدرسة، وكيف إنه لو واحدة حالتها المادية اتعسرت كلهم بيساهموا يدوها القروش، كل مره بالتكافؤ والمحبه دي، ودي اخلاق وقيم الشعب السوداني. انا شاكر لك جدا الخاله الجمعه، ودموعك يعني غاليه تعبر عن الحاله الانسانيه اللي بمر بها كل امثالك من المتعففين. ان شاء الله ربنا يثبت اجرك وابنائك يكونوا من البرره. دي نهايتنا ليوم الليلة في برنامج مع كل ذوي التقدير لهذه الحلقة، نلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله. أشكركم كمان قناة الشروق ونقاوم من المحامي لكم ومشاهدة ومشاهدة إن شاء الله. شكرا، بخير. الله بخير.